كابتن احمد، يمكن احنا اتقابلنا هنا في نفس الاستوديو من فتره وكان تاهلنا لكاس العالم. تمام. كنا وكان حلم كبير وكان لسه المشروع لسه في بدايته وكنت لسه بتخطط، خاصه حضرتك رئيس الاتحاد المصري وكمان رئيس الاتحاد العربي، فكان عندك حلم كبير. كلمني من ساعه بقى اخر لقاء، يعني سريد لي كده لغايه ما وصلنا بطوله عربيه في الامارات في عناوين كده. لا الحمد لله، طبعا كان خطوه التاهل لكاس العالم في اول سنه اشهار دي كانت خطوه قويه جدا بالنسبه لنا، وخصوصا ان يمكن التصفيات كانت صعبه، كنا بنلعب فيها منتخبات اقدم مننا بكتير في اللعبه، وكانوا يمكن خدوا فتره اكبر في التجهيز وكان يعني خبراتهم اعلى. الشباب الحمد لله رفعوا راسنا في تصفيات كاس العالم، ويمكن المشاركه في كاس العالم كان بالنسبه لنا هدف كبير ورساله قويه للمجتمع الرياضي المصري والدولي ان مصر موجوده في البادل عشان تنافس، مش موجوده عشان خاطر مجرد تمثيل مشرف. طبعا انك تصعد، لان هم تقريبا نفس الناس اللي احنا لعبناهم في تصفيات كاس العالم، هم نفس الناس اللي لعبناهم في بطوله العرب. يمكن انك تصعد للقمه صعب، ولكن تبقى هناك اصعب بكتير. الله ينور عليك، صحيح. فطبعا كنا رايحين هناك، كنا احنا حاطين في بالنا القصه دي، كنا عارفين ان فيها هيكون ان شاء الله بطوله عربيه مع تاسيس الاتحاد العربي، فكنا حاطين هدف واضح بالنسبه للموسم ده ان احنا لازم نفوز بالبطوله العربيه. جهزنا، المدرب الارجنتيني رجع بقاله 4 أو 5 شهور الحمد لله، قدر ان هو يحط برنامج اعداد قوي بالنسبه للاعبين، قدر ان هو يصعد لاعبين تانيين للمنتخب، فالحمد لله رحنا في البطوله العربيه وكانت مشاركه يمكن تاريخيه، لان دي برضه 11 دوله صح؟ كانت نسخه تاريخيه. لان احنا دايما في كل اللي قبل كده يمكن البطولات اللي بيشارك فيها المنتخبات العربيه كنا دايما بنلاقي ان في 5 6 دول، قدرنا ان احنا نوصل ل 11 دوله. طبعا التاريخ هيسجل ان اول نسخه تاريخيه للبطوله العربيه فاز بيها المنتخب المصري، فيمكن كان عندنا حافز كبير. وانا دايما برجع وبقول الفضل بيرجع للعيبه ان هم كانوا على قد المسؤوليه فعلا ورفعوا راسنا هناك، وما كانتش بطوله سهله خالص، كانت يمكن المستويات يعني كانت عاليه. فالحمد لله ربنا وفقنا وكله بالتخطيط السليم ومجهود الشباب، الحمد لله قدرنا ان احنا نفوز بالبطوله العربيه الاولى. لا ما شاء الله، يعني مشوار اللي عايز ينجح لازم ياخد الطريق ده، ولازم ياخد الطريق الصعب.